في السادس من فبراير الماضي ضرب زلزال مزدوج ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل وسط عمليات إنقاذ للضحايا العالقين تحت أنقاض تلك المباني. طبعا شاركت فيها العديد من الدول من بينها روسيا، وأرسلت عمال الإنقاذ إلى مناطق الزلزال إلى هناك، ولكن أحد عمال الإنقاذ الروس سرق ملايين الدولارات وذهب بها إلى روسيا، ولكن بعد أن افتضح أمره ذهبت قوة أمنية إلى شقته لمداهمة منزله وسكنه في موسكو ومصادرة الأموال المسروقة من أجل إعادتها. ولكن ماذا فعل عامل الإنقاذ الروسي؟ قام بإلقاء الأموال المسروقة من النافذة. تقدر تلك الأموال المسروقة بنصف مليون دولار ألقاها من نافذة منزله ليتخلص منها بعد أن اكتشفت الشرطة الروسية أمره، وإنه جمعها خلال عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا. لنشاهد كيف ألقى هذا العامل بتلك النقود وبتلك الدولارات من نافذة منزله أثناء مداهمة الشرطة له. لنتابع. Да, у кого-то что-то непонятное произошло. А что тут произошло? Необычно это как-то. Да, весело. إذن تعمد العامل إلى ربي الأموال من نافذة شقته بعد أن دهمت الشرطة المنزل أو الشقة في موسكو، ظنا منه أنه سيفلت من العقاب أو أنه سيخفي الأمر، في حين بدأ المدنيون أسفل الشقة في حالة من الدهشة مما يشاهدون بعد تساقط الدولارات من نافذة إحدى الشقق السكنية. أما التعليقات وردود الأفعال التي جاءت على مقطع الفيديو المتداول على تويتر وفيسبوك وإنستغرام كانت كالتالي. نبدأ من تعليق لفاطمة مصري، تقول في تعليقها: من هون لازم نعيش على مبدأ اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، لا تجمعوها فالمال لمن يستمتع به وليس لمن جمعه. تعليق آخر من عصام يقول: العالم لما يحط دولة براسه يرمي البلاء عليها، زمان أي جريمة تحصل يقولوا إيران سببها، والآن انتقلت الشماعة لروسيا. تعليق آخر ومداخلة من شاروخان يقول: يعني العالم خطية تبتلي بالزلزال، والنوب تبتلي بالحرامية اللي على أساس رايحين ينقذون الناس، عيب عليهم وعلى الحكومة الروسية أن تعاقب وتفصل هذا اللص الذي يسيء للسمعة العامة لفرق الإنقاذ. مو كلهم هالشكل، الحمد لله العراقيين رفعت رأس، راحوا ونقذوا عوائل ورجعوا بكل فخر. تعليق ومداخلة من كوثر صادق تقول: الناس كانوا يضمون كل هاي المبالغ ببيوتهم وسط الخراب يلقوها بعدين، واللي مات وما أخذ شي وياه، هي هاي الدنيا بلحظة كل شي بها يتغير. الله يساعد صاحب الفلوس، هم خسر أهله بالزلزال وهم سكنه وهم فلوسه اللي تعب بيها، ويجي هذا على الحاضر يبوقها ويطلع. تعليق من علي: أدري هو 1000 دينار وطلع بها الروسية هيك سفرتحي غير أكو تفتيش، هذا تهريب عملة صعبة من داخل تركيا اللي أساسا تعاني من ندرة العملة الصعبة في هذا الوقت الصعب، إضافة إلى أنه لازم يتعاقب ويقدم اعتذار على اللي صار، لأنه مو شوية اللي سوى، شيء مخجل فعلاً.